مشاهدين في كل مكان، السيدات والسادة، أهلا وسهلا فيكم باستاد الدولي اغلب السقة. معنا بالفريق الأحمر عمرو يوسف، ومعنا بالفريق الأزرق أحمد السقة، معنا كابتن فارس. ازيك يا كابتن؟ أخبارك يا كابتن؟ كله تمام. وسنهز شباككم بثلاثية نظيفة لغاية كده وبس. طيب طبعا كابتن عمرو. أيوة. أنت لعيب وحريف مالكش في الكرة خالص. ده حقيقي، ولكن برضو هغلب. ده أنت مستفز. ده بريكنج نيوز. أحمد، أنت طبعا ليك في السقة يعني متمرمط في السادات. في الاستادات. في الاستادات يعني كتير. طب نحن اليوم هنلعب ضربة جزاء، بنالتيز. بنالتيز، شو هو فريقك اللي بتحبه كتير؟ الفريق اللي ده المفضل عندك، اللي يوم ما ضيع ضربة الجزاء انت زعلت جدا؟ وانا صغير كنت بشجع ايطاليا، بس كنت صغير جدا، كان في لعيب حريف قوي اسمه روبرتو باجيو. طبعا ضيع بنالتي، فانا زعلت جدا يوم على البنالتي اللي ضاع ده. انت وكل نساء العالم العربي كلنا كنا بنموت فيه. كان فرانكو باريزي ب 94 يمكن. كان باريزي. كان باريزي. فرصة سعيدة يا فندم. عمرو. مش فاكر الحقيقة دلوقتي. انت بتشجع برشلونة؟ لا، انا نص ونص يعني. أوكي. انا علاقتي بالكرة ضعيفة شوية، بس اول مرة اروح استاد رحت اللي هو الكامب نو. كامب نو اللي في بارسا. اللي في بارسا. واتصورت بالتيشيرت وعملت الجو ده كله. انا بقى ايه ليا في لعيب برضه، عرفت؟ بالظبط. عندنا قرعة. حضرتك الازرق، حضرتك الاحمر. ما بلاش القرعة، ما هو الضيف، هو ضيفي يعني. عشان ما احنا استاد. خلاص زي ما انتوا عايزين. اوكي اوكي. جاهزين؟ جاهزين، يلا. احمر هو اللي يبقى. احمر. يا سلام. كابتن بعد اذنك هاتمنى لكم التوفيق. عمرو والسقه، السقه بدا يقلع، مش مهم، يلا بالتوفيق. زاف كتير كبير، الجمهور هنشجع. تمام. طبعا بتذكر الجمهور انه في 5 ضربات جزاء زي ضربات الجزاء العاديه بالضبط. هنلعب ضربه وضربه، عمرو هيفتتح باللون الاحمر، لو السقة صدها يبقى هنكمل ضربة وضربة. وداخل عمرو يوسف بكل بيحاول يكوش على السقة، يلوش. بس كانت قريبة من السقة، السقة نط على يعني حدف نفسه. حلو حلو. السقة حارس مروة في أول مرة. تعادل بنقطتين. كرة لعيب، كرة لعيب يا سقة. 1-1 وهيبدأ عمرو. الجمهور بيشجع. واو، دخل عمرو. رجع السقة، روح عمرو، روح. ضربة عمرو بيشوط بنص الجول يا جماعة. هلا هنشوف، هنشوف عمرو جول كيبر، والسقة هو اللي بيشوط. وهدف قوي، بس عمرو حتى ما يعني سابها كده، حاول يسمعها. ده زي يلا 2-1. كابتن حلوه، ما دخلتش. لو كانت عدت الخط هنحسبها يا عمرو، بس برافو. هلا السكورات دي الإعادة بنشوفها دلوقتي. يا سلام على حماس في استاد. والله مديها لك في النص كمان السقة. بسم الله مديها لك. 3-1. عمرو انت لازم تحطها في الجون. نشوف
الكل حابس انفاسه، الكره دي مهمه، يا ترى السقا هيفوز بالجيم؟ كملي حلو حلو. اوكي يلا كمل عمرو، كمل عمرو. محمود احمد برافو ويفوز السقا. شوط العمر ضربات الجزاء. عايز عمرو يشوط شوطه اوت اوت اوف كومبيتيشن. اوكي خلاص، عايزه في المقص اعمل لك حته حضري بقى. يلا يلا ربع السقه. اوه حلوه 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 حلوه. طبعا كباتن واعلن النتيجه بفوز فريق احمد السقا باللباس الازرق.